لدى استقبال سمو أهل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النعيم مركز شباب النعيم الثقافي والرياضي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن لقاءنا بالمواطنين يؤكد تلاحمنا وترابطنا في البحرين قيادة وشعبا، ويعكس الحرص على متابعة شؤون المواطنين والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر. ونرى في هذه اللقاءات فرصة لنعبر فيها عن تقديرنا واعتزازنا بإسهامات شعبنا وبصماته البارزة في مسيرتنا الوطنية. فيما أشاد أهل النعيم بحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلمس كل ما يهم أبناء الشعب قاطبة من هموم ومتطلبات، مؤكدين أن شعب البحرين ينظر إلى اللقاءات بسموه نظرة المعجب بقيادته وإدارتها الحكيمة لكل ما يصبو إليه المواطن. وأعرب أهل النعيم عن دعمهم لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السديدة لتوجيهاته السديدة في لم الشمل وجمع الكلمة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النعيم ومركز شباب النعيم الثقافي والرياضي، يتقدمهم السيد محمد حسن كمال الدين الرئيس الفخري للمركز والسيد غازي عبد المحسن رئيس المركز. وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة حريصة على أن تكون جميع برامج ومشروعات التنمية موجهة إلى كافة مناطق البحرين، وأن محور عملها هو تحقيق رضا المواطن وضمان حصوله على أرقى الخدمات. وقال سموه إننا نسعد بلقاء المواطنين من مختلف مناطق البحرين والاستماع إليهم في كل ما يخصهم، ونحرص على أن تعبر هذه اللقاءات عن مشاعر المحبة المتبادلة التي تربط بين أبناء المجتمع الواحد. ونوه سموه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز الشبابية الثقافية والرياضية في تعزيز قيم التواصل بين أبناء المجتمع وما توفره من أدوات تسهم في تنمية طاقات الشباب وتوجيهها إلى الأمور النافعة لوطنهم وأنفسهم. وأشاد سموه بمركز شباب النعيم الثقافي والرياضي ودوره في رعاية الشباب البحريني وتنمية طاقاته وتحفيزه على العمل والإنجاز في كل ما يخدم صالح الوطن. وخاطبهم سموه قائلا: إننا نعمل معكم ولصالحكم ونستمع منكم لكل ما تطرحونه من موضوعات ونحرص على تلبيتها، فأبوابنا مفتوحة وما يهمنا هو مصلحة الوطن وشعبه. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات ويكون التواصل مستمرا، منوها سموه إلى أن منطقة النعيم كغيرها من مناطق البحرين تقع في قلب اهتمامات الحكومة فيما يخص مشروعات التطوير. من جانبه ألقى غازي عبد المحسن رئيس مركز شباب النعيم الثقافي والرياضي كلمة أعرب فيها بالنيابة عن أهالي النعيم عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتنمية وتطوير مختلف مناطق الوطن، وعلى كل ما يقوم به سموه من مجهودات لتعزيز نهضة البحرين وتطورها. وأشاد بحرص سموه على تلبية احتياجات منطقة النعيم في المجالات الإسكانية والتعليمية والشبابية والبنية التحتية وغيرها، لافتا إلى أن اهتمام سموه تجاوز ذلك وامتد إلى متابعة الاحتياجات الشخصية وتلمس كل ما يهم المواطنين قاطبة.